هلا والله شباب، شلونكم؟ شلونكم بخير؟ اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2. يلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم تطلعون على القطار وتتنقلون مسافة 1560. طبعا القطار تقدرون تحصلوه بأماكن اللي تواجد بيها البوست، مثلا فالنتاين بهذا المكان، أو منطقة سان دينيس. يعني على امتداد سكة القطار. التحدي الثاني مطلوب عندكم تصيدون أي سمكة بوزن 2.2 كيلوغرام. التحدي الثالث مطلوب عندكم تلعبون 3 مشينات فري روم، اللي هم تقدرون تحصلوها متوزع بالماب مثل هذين المشينات. عندكم منطقة حتلاقون واحدة من هذول المشينات. التحدي الرابع مطلوب عندكم تقتلون 3 أونلاين بأي مود من مودات الأونلاين، تقدرون تحصلوه وقت ما تروحون على الكويك جوين، اللي هم أول 4 مودات، بشرط تكونوا ماخذين كفر، يعني تكونوا محتمين بأي شيء وتقتلون 3 أونلاين. التحدي الخامس مطلوب عندكم تصيدون 3 طيور صغيرة. هذا تقدرون تسوون تحدي مثل ما تكونون عصابة ويا أصدقائكم، تروحون على العصابة وبعديها تسوون سباق صيد الطيور. التحدي الثالث مطلوب عندكم تنظفون 3 من الأسلحة. التحدي الأخير مطلوب عندكم تجمعون اللي هو التوت الأخضر الشتوي. أما بالنسبة لتحديات الأدوار، فالتحدي الأول من موشاين مطلوب عندكم تسوون موشاين بسعر لا يقل عن $200 وتبيعوه. التحدي الثاني مطلوب عندكم تقصم الموشاين لمدة دقيقتين مرتين. التحدي الثالث مطلوب عندكم تسوون بضاعة موشاين وتبيعوها، شرط أن تكون بروفيرنج، يعني تكون مفضل لكم بيها نكهات. بالنسبة لتحديات الكولكتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تجمعون 3 من الأنتيكو كحول. التحدي الثاني مطلوب عندكم من تحديات الكولكتر مجرد ما تشربون الانتيكو كحول اللي تحصلوه وقت تفتحون الشنطة، وتروحون على مجاميع الكولكتر وتشربون اي واحد من هذول الانتيكو كحول.
التحدي الأخير للكوليكتر، مطلوب لعندكم تبيعون 3 شغلات لمدام نزار، ويلا نروح نشوف موقع مدام نزار لهذا اليوم. اليوم طبعا بين بالخريطة تقدرون تحصلوه فوق منطقة أنسبيرغ، اليوم بهذا المكان بالضبط. أما بالنسبة للتحديات التاجر التريدر، فالتحدي الأول مطلوب من عندكم تتبرعون ب6 حيوانات حجم كبير. التحدي الثاني مطلوب من عندكم تسوون بضاعة التريدر بسعر لا يقل عن $200. التحدي الثالث مطلوب من عندكم تخلصوا ميشن ريسبلاي بوقت لا يزيد عن 5 دقائق. ريسبلاي ميشن تحصلوه وقت ما تروحون على تريدر وتكلموا، حتحصلون اختيار ريسبلاي ميشن. أما بالنسبة لتحديات الباونتي هنتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تمسكون 2 باونتي هنتر هم يكونون طالعين على الخيل. التحدي الثاني مطلوب عندكم تضربون الباونتي هنتر اللي هو السهم المتعقب اللي هو التراكينج أرو. التحدي الأخير للباونتي هنتر مطلوب عندكم تلعبون 2 باونتي هنتر من نفس المكان، من نفس المكان البوس اللي تشترون من عنده الباونتي هانتر. يعني لما تروحون مثلا على هذا البوست تلعبون 2 باونتي هانتر من نفس هذا البوست. ان شاء الله يكون افدتكم هذا الفيديو. لا تنسون اللايك واشتراك بالقناة لو مشترك، وفعل الجرس وشارك الفيديو كل اصدقائكم عبر ردد، واشوفكم بيوم ثاني وتحديات ثانية. سلام.